تحية سام موبوكو ميزان على هذا السهم الذي ما زال يتداول فوق دعم منطقة ال 40 ونص لحد مستويات ال 42، المنطقة اللي تحدثت عليها تسريبا وقلنا قد نجد عندها بعض الدعم، وبالفعل وجدنا عندها الدعم وما زلنا كمان محافظين على الترند لاين الصاعد، وما زلنا ننتظر هنعمل ايه عند مستويات 45 جنيه 70 لحد مستويات 6 جنيه وربع، ال 46 جنيه وربع الاستقرار فوق منها يعني مزيد من الاهداف الصعوديه. عايزين نمشي مع موبك خطوه بخطوه. اول حاجه عايزين نستقر في مستويات 46 جنيه وربع، وده بالنسبه لنا اللي هيكون الشيء المهم عشان نوقف الخساره بتاعنا عند مستويات 42 جنيه، وبعد كده نستهدف القمه السابقه اللي عند مستويات 53 الى مستويات 55، ولكن ما زالت اعيننا على المنطقه اللي عند مستويات 56 الى مستويات 58. حركه موبوكو حتى الان ما زالت ممتازه وممتازه جدا، لانه قدر يحافظ على الزخم بتاعه عند هذه المستويات، وده الايجابي في السهم بعد تصحيح عنيف للغايه وزادت حدته بعد كمان ما رحنا لحد مستويات 46 جنيه و30 قرش، وبعد كده عملنا رده فعل سلبيه مره اخرى. ولكن الاهم بالنسبه لنا ان احنا فضلنا محافظين على مستويات ال 40 ونص لحد مستويات ال 42، ولو لاحظنا كمان عاملين تصحيح اقترب من مستويات ال 78 فيبو ونزل تحت منها كمان، يعني اعتقد انه كان بيغربل اللي موجود، اللي ما عندوش صبر خرج، واللي ما زال صابر اعتقد هياخد اشارات ايجابيه وايجابيه جدا بعد العرض والاستقرار في مستويات 46 جنيه و30 قرش. طبعا كسر مستويات ال 40 ونص حول نظرتنا في الموقف من ايجابيه الى سلبيه، واتوقع ان ده مش هيحصل ان شاء الله. اتوقع ان احنا سنعود مره اخرى في مستويات 46 جنيه و30، وبعد كده هنبحث عن اهداف سعوديه جديده، ولكن كل شيء وارد. علشان كده بنقول وقف الخساره بتاعنا عند مستويات ال 40 جنيه و53 قرش او 55 قرش. في حاله كسره اتوقع ان اشارتنا للسهم هتكون سلبيه، ولكن طالما محافظ عليها تظل نظرتنا ايجابيه، وطالما صعد واختارت مستويات 46 جنيه و30 قرش وسكار فوق منها اعتقد كمان هتكون اشارتنا اكتر واكتر ايجابيه اكتر.